قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن التدابير الاستثنائية التي اتخذها في يوليو الماضي ستختصر مدتها دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك. وفي أثناء ترأس اجتماع للحكومة أمس الخميس أشار سعيد إلى أنه سيتم النظر في النص المتعلق بالحوار الذي سينتظم بما اعتبره طريقة مستجدة مع تونسيين في الداخل والخارج. في ظل هذه التدابير الاستثنائية التي نحاول اختصارها، يعني وسيتم النظر إن شاء الله في مجلس قادم في النص كيف سيتم الحوار الذي تم اقتراحه وتم تكليف السيد الوزير المكلف بالاتصال بإعداد مشروع نوع من الاستفتاء الإلكتروني. بعد ذلك بطبيعة الحال سيأتي من يقوم بالتأليف بين مختلف المقترحات. أصدر القضاء التونسي أمس مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بسبب تصريحات سابقة لا حول جهوده في إفشال القمة الفرنكفونية التي كانت مقررة في بلاده. وأوردت وكالة الأنباء التونسية أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية أعلن أن قاضي التحقيق المكلف بملف المرزوقي تولى إصدار مذكرة اعتقال دولية بشأن المرزوقي. وكان الرئيس قيس سعيد قد طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي بحق من وصفهم بالمتآمرين على البلاد من الخارج. في أول رد فعل له بعد صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه قال المرزوقي إنه خرج يوما من قصر قرطاج إلى بيته معززا مكرما بعدما رفع اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية. وأضاف في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أنه حمل الحقوق والحريات وحافظ على المال العام وحاول قدر استطاعته جمع التونسيين، كما حارب الفساد قولا وفعلا فأسقطه الفساد على حد قوله. وتابع المرزوقي أن من سماه الدكتاتور الثالث في إشارة إلى الرئيس سعيد انقلب على الدستور الذي أوصله إلى الحكم وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة وجعل من تونس مرتعا لبلدان محور الشر. وللمزيد معنا علي القاسمي مراسل عربي في تونس. علي، إذن في الوقت الذي يعلن الرئيس قيس سعيد اختصار الإجراءات الاستثنائية يتم إصدار مذكرة بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، كيف تتفاعل هذه الأحداث حتى الآن؟ بالفعل يعني في الحديث عن اختصار الأجال طبعا هذا مطلب في تونس من قبل مكونات المشهد السياسي وحتى المدني. كان هنالك قبل يومين تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل نورتين الطبوبي طلب رئيس الجمهورية بضرورة اختصار الأجال الاستثنائية ووضع سقف زمني محدد لذلك. يبدو أن الرئيس ذهب في هذا الاتجاه بالطمأنة لأنه قال بأنه سيتم اختصار هذه الإجال، وحتى أنه قال أو تعهد بأن يكون المجلس الوزاري القادم فرصة لتقديم المرسوم الذي سينظم الحوار الوطني الذي يمكن إنجازه خلال الأشهر والأسابيع القادمة. ولكن في الحقيقة بقيت هذه النقطة غامضة إلى حد الآن. الرئيس سعيد منذ 25 يوليو لم يقدم الأجال الزمنية أو الفترة الاستثنائية التي على ضوئها اتخذ أو فعل الفصل 80 ثم الأمر 117. بالتالي اختصار الأجال هو خاضع للزمن السياسي والزمن الذي يتحرك فيه الرئيس قيس سعيد، ولكن ليس هنالك أي أجال حقيقية على الأرض. بالتالي الحديث عن اختصار الأجال ما زال ليس له أي أصداء داخل الشارع التونسي أو حتى مكونات المجتمع المدني والسياسي باعتبار أنه لم تضبط بشكل واضح. في المقابل أن هذا القرار الحديث عن تأجيل أو اختصار الأجال الاستثنائية تم التغطية عليه أو ربما لم يحظى بهذا الاهتمام الكافي مع صدور مذكرة جلب في حق الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد أن طلب الرئيس سعيد خلال اجتماع وزاري ماضي خلال الشهر الماضي بضرورة طبعا البحث وتحقيق في إحدى تصريحاته حول تورطه ربما في تعطيل قمة الفرنكوفونية التي تم تأجيل عقدها في تونس. طبعا هذه الخطوة أثارت ردود فعل
كبيرة في تونس ومتسارعة ومتسارعة ومتطورة من حين إلى آخر من قبل الشخصيات الوطنية. نتحدث عن نجيب الشابي الأمين العام لحزب الأمل، قال بأن هذا طالب القضاء التونسي بضرورة التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها مسيئة للقضاء بشكل أساسي وإلى تونس بشكل آخر. أيضا حزب تونس الإرادة وحزب الرئيس المرزوقي قال بأنه كان يتوقع مثل هذه الخطوة، ولكن استغرب أن يكون القضاء أو أن تحول القضاء إلى قضاء تعليمات باعتبار أن القرار الذي تحرك على أساسه هو جاء بعد أن أصدر الرئيس سعيد قراره أو دعوته إلى ضرورة ملاحقة المرزوقي. طبعا هذه المواقف إضافة إلى عديد المواقف الأخرى من حقوقيين وسياسيين ترفض هذه المذكرة. ماذا على المستوى الشعبي علي؟ تونس بعد الثورة علي، ماذا على المستوى الشعبي؟ هل هذا أثار ردود فعل شعبي في تونس؟ نعم بالفعل، يعني هنالك انقسام في الحقيقة على مستوى الشعب من خلال هذه الخطوة. هنالك المؤيدون للرئيس سعيد يقولون بأن هذا طبعا ضروري باعتبار أنهم يحملون المرزوقي جانب من فشل العقاد أو تأجيل انعقاد قمة الفرنكفونية في جربة في الجنوب التونسي، ولكن في المقابل الطرف المعارض للرئيس سعيد والذي بدأ ينمو شيئا فشيئا حتى من بعض المقربين من الرئيس سعيد الذين بدأوا يتراجعون عن دعمه في الحقيقة، يقولون بأن الأولويات الآن ليست المنصف المرزوقي وليست هذه السجالات السياسية أو الصراعات السياسية الجانبية. يقولون بأن الأولوية الآن هي توفير الأجور وتوفير التمويلات اللازمة للبلاد خاصة مع ارتفاع الأسعار في عديد المنتجات. طبعا هذا الموضوع هو ما زال الآن يتصاعد التفاعلات معه من قبل الجميع السياسي، ربما تصدر أحزاب بيانات للأحزاب خاصة أن المرزوقي بغض النظر عن عديد الأحزاب التي ترفض ما ذهب إليه أو ما ذهب من تصريحاته، ولكن تقول بأنه حقوقي وأن ما قاله يدخل فقط في مجال حرية التعبير ولا يمكن الذهاب أكثر في عقوبة في عقوبات من هذا النوع فقط من أجل التعبير عن الرأي. علي القاسمي مراسل العربي في تونس، شكرا جزيلا لك علي.